لا توحشنك غربة بين الورى، يعني لا تتوحش إذا كنت غريبا بين الناس. فإذا كان الناس فساقا وكنت مطيعا فأنت غريب، وإذا كان الناس معطلة وأنت مثبت كنت غريبا. لا تستوحش من هذا، لأن أمامك أنس لا وحشة بعده. لكن إذا أنست مع الناس في مخالفة الشرع فهذا أنس بعده وحشة طويلة. الوحشة الآن بين الغرباء تزول، وما هي إلا ساعة كما قال المؤلف: فاصبر قليلا إنما هي ساعة ثم تنقض. لكن الشان وكل الشان في الأنس بعد هذه الوحشة.